عبد الله السعيد ولحظات من التركيز. عبد الله هل يحطها على الارض لان المسافه قريبه، تلحقش تعلى وحد يلعبها بالهيد. هنشوف عبد الله هيعمل ايه، او يستغل اطوال حمزه وحسام عبد المجيد. ملعب صغير، عبد الله حطها في ارتفاع قاتل، يطلع على طول مدافعي فاركو، تنزل للمثلوثي، لكن الضغط موجود من لاعبي فاركو، تروح لنيمار، يعمل عرضيه من الجبهه اليمنى، شيكا يطلع بالبوكس واشتراك من اوباما، وادي خروج من على خط المرمى وشلبي. جول الزمالك، جول الزمالك، مصطفى شلبي يسجل هدف الاول للزمالك. في اواخر الستينات كان اشتهر العرض المسرحي هالو شلبي لفرقه الفنانين المتحدين، واليوم في منتصف العقد الثاني من الألفية الجديدة وتحديدا يونيو 2024 عرض آخر مسرحي هالو شلبي. بطولة فرقة الزملكاويين الموهوبين ليس من إخراج سعد أردش بقى، لكن من إخراج مصطفى شلبي. شوف الكروس هنا من السيد عبدالله نيمار، وادي الاشتراك من يوسف أوباما، دي اللقطة اللي بيعترض عليها شيكا الحارس اللي بيقول إن أوباما اشترك معاه، ومصطفى شلبي ياخدها على علتها واحدة بالقدم اليسرى عشان يسجل أول أهداف الزمالك وتاني أهدافه هذا الموسم، إلا إذا كان لمحمد الغازي رأي آخر والفار رأي آخر، وإن كنت ما أعتقدش. يعني شيكا كان محتاج يبقى أقوى من كده بالخروج بقبضة الإيد في اللقطة اللي فاتت، خاصة إن الاشتراك كان من يوسف أوباما صاحب 178 سنتي قصير القامة، بينما شيكا يعني كان محتاج يطلع ببوكس أقوى من كده، تنزل الكرة على طول يخرجها من على خط المرمى اللاعب ياسين السيد، لكن على طول مصطفى شلبي بعد ربع ساعة هلو شلبي يسجل أول أهداف نادي الزمالك. هنشوف محمد الغازي